السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 146. 146 عندنا أول سؤال اللي هو جو برودوي. جو برودوي مي سي مو ان اوردر بور فورمي اون فراز. عندي هاد الكلمات اللي هنا خاصني نديرهم بالترتيب باش نكون جملة، متفقين؟ ايكونوميزي هي نقتصد، دون في لي فروي الفواكه، بور من اجل، لافي غسلي، لو الماء، اون باسين هو البانيو، متفقين؟ كيف ما كنشرح لكم دائما باش نسهل عليا، كنشوف الكلمة اللي فيها كتبدأ بماجيسكول هي بور، إذا هنا نبداو بور. من أجل، من أجل شنو في نظركم؟ من أجل اقتصاد، بور ايكونوميزي باش نقتصد في شنو؟ واش في الفلوس؟ حنا الدرس ديالنا كيهضر على الاقتصاد ديالاش. بور ايكونوميزي لو الماء، فاصلة. شنو اللي خاصنا نديرو؟ لاف غسل. شنو نغسل؟ لي فروي اللي هما الفواكه. فين غادي نغسلهم؟ دون اون باسين. باش نتاكد باللي هادشي عندي صحيح، وما انا راه نزلت على السطر، باش نتاكد باللي هادشي عندي صحيح، الجملة نورمالمون خاص تسالي بنقطة، وهادشي اللي كاين. هاي سالات بنقطة وبدات بماجيسكول. إذا بور ايكونوميزي باش نقتصد في الماء، تفقي لاف غسل لي فروي فواكه دون اون باسين، تفقي. لا كيستيون بي ولا الجملة بي، دو لي بلانت نباتات، افيك مع ولا بي، بلوي شتاء، اغوز اسقي، لو الماء. اذا هذه كتبدا ماجوسكول فهي باش نبدا اغوز اسقي. اسقي شنو؟ شنو نسقي؟ نسقي لي بلانت، اغوز لي بلانت. باش غنسقيهم؟ افيك دو لو، لا avec pardon avec l'eau بماء، avec l'eau de pluie. نسقي النباتات ديالي بالماء ديال الشتاء. La question 2 construit deux phrases comme le modèle. نصاوب جوج الجمل بحال هاد لو موديل. دونك هنا عندي je prépare une recette، tu prépares une recette. خاصني نصاوب حتى انا جمل. دونك مثلا je lave ou là je lave mes mains. أغسل يدي. ياك و tu laves tes mains. أنت تغسل يديك. tes mains. صافي. دابا غنمشي لا ديكتي. écris ce que ton ce que te dicte ton enseignant ou la enseignante. غنملي عليكم مثلا الاستاذ ديالكم كلمه ديال ايكونوميزي اللي داير عليها الدرس. ايكونوميزي، ايكونوميزي العكس ديالها شنو هو؟ غاسبيي. شنو هي غاسبيي؟ هي كيبدر وكيضيع. ايكونوميزي هي كيقتصد، متفقين؟ فوالا. هنا شنو عندنا؟ فيفر انصامبل، نعيشو مع بعضياتنا. اصلا حنا كنعيشو مع بعضياتنا واخا كل واحد في دارو، ولكن راه حنايا مرتبطين مع بعضياتنا باش بزاف الحوايج، بزاف ديال اللي جات. الا شي حد لوت شي حاجه في الزنقة ما تاثرش عليه غير بوحديته، وانما تاثر على الكائنات الحيه كاملين. دونك خاصنا نتعلمو نعيشو انصامبل، يعني نديرو بحساب الشخص الاخر ولا الكائنات الاخرى، متفقين؟ لو اي بريسيوز، الماء
تامين، بريزيرفون لا، نحافظو عليه. Observe et décris chaque image. Que penses-tu du comportement de chaque personnage? Observe, لاحظ et décris ou asifou chaque image. Kulla soura. Que penses-tu? Mada. Que penses-tu? Ma ra'yuka. Du comportement fi. Fi'l de chaque personne. Diel kul shakhs. Je n'aurai rien que le comportement. Comme le comportement, il y a le comportement. Fal un geste. فعل 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 تقريبا ما رايكم في هادشي اللي كيديروه هاد جوج الاشخاص؟ دونك اول حاجه انا لاحظت الصوره الاولى كنبان لي كتبان لي واحد البنت كتغسل سنيناتها كتب ال سو بروس لي دون متفقين اي ليس لو روبيني اوفير ومخليه لو روبيني محلول والثانيه اون ماما كي لاف لا فيسيل افيك لو روبيني اوفير متفقين بجوجهم شنو كيطرى الماء؟ شوفوا تبارك الله شحال الماء هنا وهي باغا تغسل جوج مشقفات ديال الماء. دونك في نظركم هادشي اللي كيديروا هاد جوج اشخاص واش مزيان ولا مزيانش؟ نو ما مزيانش. علاش؟ حيتاش كيبدلوا الماء. متفقين؟ دونك اوبسيرف اي ديكري سور La première image, Sura Oula, je vois une fille qui se brosse les dents, ses dents. En laissant le robinet ouvert. On va le robinet ouvert. Sur la deuxième image, je vois une maman. Nous que dire qui fait la vaisselle que t'as le main la vaisselle en gaspillant beaucoup de l'eau. تفقين كنشوف الصوره الثانيه واحد الام اللي كتغسل المعينات وكتضيع الماء بزاف. Que penses-tu du comportement de ces deux de chacune ou de chaque personnage? Le comportement des deux ou l'angle bli ces deux personnage gaspille l'eau. Idem, leur comportement leur comportement n'est pas bon. Même zien, le comportement de l'eau, même zien. La question 2. Comment peut-on éviter cela? Kifash nqadro nitfadaw hadchi? Donc, بالنسبة للبنت خاصها تستعمل كاس ديال الماء. تعمر كاس الماء وتستعمله. Donc, il faut se laver les dents
avec un verre d'eau. هذه حاجة الأولى. حاجة تانية بالنسبة للأم، faire la vaisselle، تغسل الماعن، dans une bassine. Rempli avec l'eau. تفقين؟ Rempli blatté, je m'excuse. Je retiens. هادشي خاصني نفهمو ونخلي عندي، ماشي علاقة بالدرس وإنما شي حاجة خاصنا نديروها في الحياة ديالنا كاملة. Je ne dois pas gaspiller l'eau. Je ne dois pas gaspiller l'eau. Ma khasnish ndiya elma. Je dois adopter de bons gestes pour économiser l'eau. Khasni ndir des gestes, يعني أفعال زوينين باش نقتصد على الماء ونحافظ على الماء. Je dois préserver cette ressource naturelle. خاصني نحمي ونحافظ على هاد la ressource naturelle. متفقين؟ هاد المنبع طبيعي، حيت الماء شي حاجة طبيعية، ماشي حنا اللي كنصاوبوها، وإلا تقادم ما غاديش نقدروا أننا نصاوبوه. متفقين؟ دونك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.